اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، يعني نخليها سمك. ولما نقول سمك يوم الاربع من كل اسبوع، وبنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، يعني سمع هوس. النهارده معانا السمك له علاقه بالصياد. الصياد ده البطل بتاع البحر، بياخد اسبوع 10 ايام في قلب المركب، ياخد الرحله بتاعته ورزقه على الله، يرجع بشويه سمك وعايز ياكل في البحر. ياكل ايه؟ معاه النار بتاعته والسمك يطلعه من الميه ويطبخه، فيعمل الطريقه بتاعته اسمها سمك صياديه، على طريقه الصياد، بصل وطماطم وفلفل والحاجات الامكانيات بتاعته، مفيش جنبه سوبر ماركت هنا، هو والبحر والهواء. النهارده هنعمل البوري صياديه بطريقه بسيطه وسهله، ونشوف الفليفر والطعم بيجي ازاي بطريقه بسيطه، والسمك البوري خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها، نختارها ونشتريها ازاي. معانا سمك فيليه قشر بياض للمعترضين، دايما هتلاقوا في جو الاسره يقول لك يا ماما مش بياكل السمك فيه شوك كتير او الحسك يعني. النهارده هنعمل السمك الفيليه القشر بياض مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نعمل ازاي الوايت صوص بتاع السي فود، الطعم الحلو ده اللي بنسيب السمك وناكله سواء مع رز او مع بسطه. عدل الاكل بتاعنا الجميل الحلو ده طبعا هنعمل ايس كريم ليمون. في حاجه مهمه جدا النهارده بقى نعملها، دايما الشيف المغازي بيطلع طبق الرز تابع، يعني بيطلع جاهز احنا ما عاملينه من قبل كده، ولكن النهارده هعمل شويه رز صياديه هيكسروا الدنيا. رز صياديه لما يدخل عليه الزبيب والسكر بالتاكيد هيكون طعمه مميز جدا، ونحرق له البصله كده وندلعها، واحنا ضد ان احنا نعمل رز صياديه بالسكر المكرمل او معجون الطماطم، كده بنأذي القولون بتاعنا ومعدتنا. تعالوا نشوفوا بعد الفاصل هنعمل الرز الصياديه ازاي على اصوله، مع سمك بوري صياديه، مع شويه سمك فيليه قشر بياض بالزبده والليمون للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل سمك بوري صياديه، صينيه كده كله ني في ني، هتعجب حضراتكم ان شاء الله، ولكن الاساسي هنا الطعم المصري، لازم الصينيه دي تاخد الطعم المصري، طعم مصري يعني كمون، كزبره خضراء، عصره ليمون، طماطم طازه، بصل طازه، زي الفل. المقادير على الشاشه. بوري الوزن الكبير يفضل، حبايه تعمل 500 ل 600 جرام عشان تبقى ملحمه، معانا طبعا زيت، ومعانا بصل وطماطم وتوم، معلقتين كمان من زيت الزيتون مهمين جدا، وما ننساش طبعا في عندنا بوكيه جرنيه هنا ميه بتغلى على النار فيها كرفس وفيها بصل وفيها توم بتغلي انا هحتاج لها. المقادير بسيطه وسهله، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي سريعا عشان احنا عندنا شويه شغل كتير النهارده. اول حاجه هاخد البوري ده كده، انا مش عايز الراس بتاعتها. حلو، قبل ما نتكلم عن الراس والسمكه خلينا نشوف ازاي حبايه البوري تبقى طازه معانا بالشكل ده كده. حبايه البوري لما نشتريها من اي محل بتاع سمك لازم تكون عينيها بتلمع. هتقول لي يا شيف مغازي التلج بيتحط على العين وبيطفي لون العين، معاك ماشي، طالما هو حافظه في تلج خلص الكلام معاه المبرر. خياشيم السمكه تكون من جوه لونها احمر كده، اللون الاحمر دم الغزال، واضرب ايدي في خياشيم السمكه يطلع الميه بتاعت المزرعه او الميه اللي هي كانت عايشه فيها، ما تطلعش ناشفه، معناته ان هي طازه. القشر بتاع السمكه من فوق يكون قاسي، اللي هي الصدفه دي احنا شايلينها طبعا، عشان السمكه لما بتقعد بره كتير والتلج يتحط عليها ويتشال، القشور دي بتنزل لوحدها وبتهر لوحدها زي واحد كده العمر يجي بيه وتلاقوا شعره ايه؟ جات له الصلعه من قدام. الحاجه اللي هي اهم بقى ان احنا نحط صباعنا على ظهر السمكه، علم السمك ده مش طازه، ما علمش يبقى السمك طازه. تاني نحط صباعي على ظهر السمكه، علم تبقى السمكه مش طازه، ما علمش تبقى طازه، احفظوها دي، علم يبقى مش طازه، ما علمش يبقى طازه، العكس يعني. هناخد السمك نشيل الراس بتاعته دي كده، ومعانا بوكيه جرنيه على النار، ميه بتغلي، واخد الرز دي احطها فين؟ في الحله اللي بتغلي على النار، انا مش محتاج لها في حاجه. ملهاش أي لازمة غير إن أنا آخد الشوربة بتاعتها وأضرب عصفورين بحجر زي ما قال المثل، آخد الشوربة دي أعمل بيها الصيادية بتاعت البوري وأعمل بها الرز الصيادية بتاعي. هتقول لي يا مغازي سمكة البوري فيها أهو الراس دي طبعا أهو الدهون والشكل الجميل الحلو ده كده ينزل في قلب المية، بوكيه جرنيه، بصل، توم، كرفس، جزر، كل ده مع بعضه ننزلهم كده، حلو ده الكلام، مع عود روزماري حلو،
واحنا واقفين مع بعض كده اهو زي الفل تمام. معايا طاسه بتغلى على النار، هاخد البوري ده اقطعه بالشكل ده كده، نفس القصه هنا كده، لازم الخبطه اللي انا بخبطها كده بكلوه ايدي على السكينه. انت بلاش طبعا بايدك، ممكن تجيبي حاجه ايدي الهون مثلا، ما تعمليش زي الشيف كده اهو، ايدي الهون، سكينه تانيه او الساطور اللي بتسن بيه السكاكين بالشكل ده كده. طب ليه يا شيف؟ علشان انت لو قعدت طول النهار تعملي كده، رقم واحد السكينه هتبرد معاكي، رقم اتنين هتهري الانسجه واللحم بتاع السمكه. اللي انا بقوله ده مهم جدا يا اخوانا. تاني، لو انا اشتغلت طول النهار كده وفي اعتقادك ان السكينه هتقطع السلسله بتاعت السمكه، انت هنا بتبردي السكينه بتاعتك وبتبقى بارده، وفي نفس الوقت بتهري الانسجه واللحم بتاع السمك. فبعمل كده خلص الكلام. اه نفس الطريقه تاني اهو، اهو مفيش، هي سنه كده بتيجي معاك على طول. تمام، السمك كده جاهز، هنخليه في كسرولة جنبينا. حلو قوي، واحده واحده مع بعض كده يا مغازي، علشان ايه؟ بنروح المطاعم ناكل الصينيه دي بتعجبنا قوي وبندفع فيها فلوس قد كده. انا بقول لك اعملها في البيت، وفري، خدي اكله السمك، خدي شروه السمك، جوزك صياد يبقى ريحك من الشروه، واعمليه في البيت. ادي البوري يتقطع بالشكل ده كده اهو، اهو اللهم صل على النبي، طازه بيتكلم مصري. هناخد معانا فلفل على نفس البلانش، معانا بصل اه، نقطعه كده بالشكل ده كده، شرايح جوليان سلايز، دي مصطلحات طهويه مالكمش دعوه بيها. اه التقطيع دي مهمه جدا. اه اه حلو، شويه البصل دول حلوين. اه بصل احمر اه، الطريقه دي كمان كده اه. ومعايا طاسه شديده الحراره على النار اه، بالشكل ده كده اه، نفس الطريقه كمان البصل ده كده. الاكله دي انا بموت فيها، خاصه مع رز ابيض او رز صياديه اه. اهم حاجه الطعم بقى هيجي منين، التركايه اللي اقولها دلوقتي دي مهمه جدا اه. في الطاسه اللي هي شديده الحراره من غير زيت ومن غير سمنه ومن غير اي دهون بنزل بالبصل ده. ايه الفكر من هنا يا شيف، وايه الهدف من هنا، وايه الرؤيه من هنا؟ انا عايز اخد الكرمله وطعم البصل ده مباشره من شده الحراره بتاعه الطاسه او الحله اللي بحمر فيها. انا بدات اشم ريحه البصله، والله العظيم لو انتوا معايا في الاستوديو اهو بيتكلم مصري. هخليه كده زي ما هو واغطيه لمده 3 دقايق. حلو الكلام، حلو الكلام. علشان لما احط زيت الزيتون والبصل ده ياخد لون، يبقى انا كده خدت الطعم بتاع البصل مع الصياديه بتاعت اه، واغطي الحل. الله عليك. نيجي بقى لتركايه هنا مشغلين فيها ومحضرينها حاجتين. يعني البصل احنا بنقشره في البيت، البصل ده من خير ارضنا، العالم بيحسدنا عليه، لان عندنا البصل والثوم والعدس من خيرات ربنا على المصريين. البصل الاحمر الحلو ده بنقطعه نصين وبنحمره بالشكل ده كده، وهيغلى على النار. بعد ما يغلى على النار بناخد الميه بتاعته نعمل بها الرز الصياديه، وناخد شويه ميه من الميه دي نحطها مع صياديه السمك، اكيد بتنقلنا وبتاخدنا لمكان تاني خالص من عالم البحار في الطعم والايه والحاجه الجديده اللي احنا ممكن نعملها. هناخد البصل ده زي ما هو كده بنحطه في طاسه على النار، واحده واحده مع حضراتكم اهو زي الفل. بشيل دي كده هنا، دي الاخبار هنا في النار. تمام، نعليها كده اهو. هنا البصل بيتحمر على النار، هتشم ريحه حلوه قوي دلوقتي. البصل اللي انا محمره ده كده باخده هنا كده اهو، السر هنا اهو في شويه البصل دول، ونحطهم على النار كده ونخليهم يسخنوا شويه مع بعض. شويه الزيت على البصل، شفت البصل فرح ازاي؟ هو ده، هو ده يا شيخ، هو ده، هي دي التركايه اه. لا ده موضوع تاني هنا بقى، ده موضوع تاني اه. الله، هو ده. ايه العظه وايه العبره في انك انت تحط البصل من غير زيت؟ طعم البصل والكرمله بتاعته، سرقت السكر مع الصدمه الناريه، اصبح لنا شويه صوص هياخدوا الصلصه بتاعتي الجميله الحلوه اللي هي الصياديه بطريقه حلوه دلوقتي، والبصل اتفلفل ازاي اه. الله اكبر. هنعمل كده مساحه صغيره فرديه الطاسه، وناخد من التوم معلقتين حلوين، شفت التركايه دي اهو اه اه، واسيبهم كده شويه اه، اسيبهم شويه
شفت انا بعمل ايه؟ بعيد عن البصل خالص. تحمير الثوم زي ما انا شغال كده. والثوم بيتحمر، بنحط التوابل بتاعتنا. توابلنا ايه يا عم الشيف؟ كمون، كزبره، بابريكا. ده الصيادية، الكمون بتاعنا الحلو. الله، عايزه تحط كركم حط، بس انا مش عايز كركم. الاكله دي مش هحط لها كركم. الصياد ما كانش معاه كركم على المركب، كان معاه ملح وفلفل. وخلص، ادي فلفل اسود وادي الملح. الله، بس خلاص كل دول يا عم الشيف. ونقلب تاني معلش. هو ده. الله، ميه بتغلى على النار جنبي. اخد الميه دي يا عم الشيف اللي بتغلى على النار كده اهو. اللهم صل على النبي. ونصفي لنا شويه ميه حلوين كده من الروس السمك. هو ده الكلام. اللهم صل على، يا بختك يا شيف مع الروائح الحلوه دي. الله. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. ونسيب دول تاني هنا كده ونقلب الدنيا دي نشوفها عامله ازاي. الصيادية حلو قوي. معانا طماطم، لازم الصلصه دي تغلى على النار. ونحطها كده. الصيادية تخليها عندك بقى. هتعملي دلوقتي سمك بوري صيادية، عندك بولت تعمليه بنفس الطريقة، عندك قاروسه تعمليه بنفس الطريقه، اي نوع سمك جزل تعمليه بنفس الطريقه. نسيب الصلصه دي تغلى على النار يا عم الشيف من غير اي حاجه، ولكن ما تنسوش تحطوا معلقه سكر. سكر ليه يا شيف؟ عشان الحموضه بتاعه الطماطم اهو. ونغطيها زي الفل. تمام، وهنرجع للبصلايه بتاعت اللي كنا بنحمرها من شويه. نبص عليها كده. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. نيجي لألف باء. عمل رز صياديه، البصل حمرته حطيته في طازه بالشكل ده كده اهو. هاخد الميه اللي بتغلي على النار دي كده اهو. الميه دي فيها روس السمك. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. زلزال. ايه الحلاوه دي؟ البحر بيتكلم مصري. حلو، نطلع فاصل ولا نكمل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين، انا من ايدك دي لايدك دي. على الخير ان شاء الله. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار وتفاصيل بسيطه وسهله في متناول الجميع عشان نعمل اكل مصر النهارده واكله سمك ما حصلتش. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا شيف وايه التفاصيل؟ جينا دلوقتي للمرحله الاخيره لعمل السمك الصياديه، لان انا عايز الحله دي اعمل فيها الرز ومش هغسلها زي ما هي كده. الصلصه عندي اخبارها ايه؟ نبص عليها كده. السبكت هو ده. معلقه السكر عشان الحموضه. البصله اتكرملت وخدت لون. توابلنا وبسيطه، الفليفر والطعم. حاضر، تعالوا مع بعض نقفل الصياديه وندخلها الفرن. الصياديه مستويه، معايا سمك بوري لطيف وجميل. تبلت السمكه مقطعها الواحده على ثلاثه. حلو الكلام. بشيل الفيليه ده من هنا، اوسع الدنيا شويه كده علشان عايز اعمل حاجه حلوه دلوقتي جنب النار كده. اللهم صل على النبي. نخلي دي هنا كده معلش. وناخد الصياديه بتاعتي. الله، حط هنا. شفت الجو ده كده؟ الله، دي طريقتي، جربيها. والله عجبتك اهلا وسهلا. عملت طريقه وطلعت احسن من بتاعتي، اتصل بينا. وليا شيف مغازي، انا عملت السمك الصياديه غير طريقتك خالص.
حلو الكلام وطلع احلى. قولي لي وعلميني ومنك نتعلم يا معلم. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، زي الفل كده. عندي كزبره خضراء، بنحط الكزبره الخضراء دي كده مباشره. شايفين ملاحظين حاجه هنا؟ انا مبين دي للسمكه، انا يهمني قوي دي للسمكه، مش عشان حاجه، مش عشان دي للسمكه عنوانها، تقول دي قاروص تقول دي بوري، اللي بيحب السمك هيعرف دي للسمكة البوري غير دي للسمكة القاروص غير الدنيس غير الوقار غير الموسى، الموسى ملوش ديل. حلو الكلام. هناخد الصينيه الحلوه دي كده يا عم الشيف، وعلى فين؟ على فين؟ على الفرن. درجه حراره الفرن عندي 180، بحطها في الفرن يا عم الشيف لمده تقريبا 20 دقيقه 30 دقيقه حسب حجم السمك وكميه السمك. زي ما هي كده، عشان عندي شويه رز صياديه اعملهم لحضراتكم. زي ما هي كده في الفرن. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. في قلب ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ ومن الفرن الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ونروح بعضينا وناخد الفرن كده. ايه الاخبار؟ ما تخلوني اطلع الصياديه، الصياديه بتناديني عشان نطلع فاصل واحنا معانا الصياديه. الصياديه جاهزه. اللهم صل على النبي. حلو؟ ما اقولكش ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ تسلم ايدك. اللهم صل على النبي. سمك البوري صياديه بطريقه سهله وبسيطه. هناخد بعضينا وناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي هنعمل السمك الفيليه القشر البياض بالزبده والليمون، وما تنسوش الايس كريم ليمون عشان نساعد على الهضم بسرعه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.